عقوبة إلحاقية إنك تخرج مثلا من البلد. هذا قانون وضعي ما فيه مثل المسائل هذه. كل عقوبة لها نص محدد ومثبت وحتى طيب. تفسير المادة وتفسير النص. سؤال أبو سطام هنا لما يستدعى اللاعب، أنا سألت سؤال نعم. وتفيدنا أنت فيه، كان من المفروض أن يتم التثبت من مدعته الصحيفة قبل استدعاء اللاعب ولا يستدعى اللاعب؟ يعني أنا مثلا اللاعب وصلت اللجنة القانونية وسألوني وقلت لهم أعطوني الإثبات أنه في ادعاء وقالوا لي ما في، يحق لي أنه أنا يكون عندي ردة فعل غاضبة أنتم ليش نادوني وما تثبتتم؟ هنا تعامل مع القانون أنا أرى فيه ثغرات واضحة. الآن القانون أصبح موجود بنسبة عالية، بنسبة لا تقل عن 98%، اللوائح مكتملة بأمان. يعني حرام نظلم الأخوان، اجتهدوا عليها اجتهاد كبير واشتغلوا عليها شغل واضح وبين. لكن تجي بعدين عملية التطبيق، هذه هي إيش الإشكالية. يعني مثلا زي القضية اللي حصلت الموسم الماضي، أنا كان عندي عليها تحفظ، ما كان في متضرر ومدعي علشان إيه تروح أنت تحرك دعوة. لابد هناك يكون واحد متضرر حتى هو اللي يحرك إيش الدعوة. فالآن كان مفروض ما تفضلت أنه أول شيء يتم التوثيق، تعال يا صحيفة إيش مثلا رئيس الاتحاد أو لجنة انضباط بصفتها الجهة المعنية بمثل هذا القرار، نبغى نتأكد أول شيء من صحة هذه الصورة، هل هي حقيقية ولا لا قبل استدعاء اللاعب. نعم، يتخذوا إجراءاتهم، لأنه بكل بساطة حقول لك لا. طبعا أنا أشوف أنا هذه أوافق فيها 100% كلامك سيد تركي وكلام سيد محمد، أنه مفترض ما نطول الإجراءات عشان ما تكثر البلبلة. نعم. العام الماضي هذا نفس الخطأ. نعم. أنه سويت كشفت على الصورة، لما تنادي اللاعب يقول والله سويت كذا، يقول لك لا والله ما سويت، والله أنك شفنا اللي سويت، انتهى الموضوع، طلع القرار. نعم. أنا تمطيط في الأمور هذه يحدث البلبلة. وأنا شو أقول الحين، أنا هذه أنا معكم 100%. الأستاذ محمد يقول أنه مش دائما متوقع من صاحب المخالفة إذا كان صاحب مخالفة أن يعترف مباشرة. نعم. يعني من الأفضل يعني كان قبل ما يتم استدعاء اللاعب لاتحاد القدم أو حتى للجنة للحديث معه أنه يتم التثبت من الصورة ويتم التثبت من ادعاء الصحيفة، بعد ذلك يتم استدعاء اللاعب ومواجهته إذا كان في شيء. لكن استدعاء اللاعب، طب الآن طلع الموضوع لا سمح الله. نعم. لا سمح الله طلع الموضوع مو فبرك. اوكي لا تقول سمح لا 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 انا اتمنى ان شاء الله بصحيح. لا 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 اسمع مني بس سمح. انا اتكلم الان، لا سمح الله طلع الموضوع زين على الصحيفه مفبرك، لانه انا ما ابغى اكون مع الصحيفه ولا بكون مع اللاعب، ولا سمح الله طلع الموضوع حقيقي صح على اللاعب. انا اللي ابغى اسال سؤال الحين، انت لما تجيب اللاعب للاتحاد القدم ويطلع الموضوع مفبرك على الصحيفه وتعاقب الصحيفه، وتجي تقول للاعب صحيح تقول استدعيناك واحنا اتهمناك؟ انا ودي حقيقي يكون في راي قانوني، انا اقدر وجهه نظر الاستاذ محمد، بس من اللجنه اللي صدرت منها القرار او هالبيان يوضح لهم وجهه نظر، ان انا قلت وجهه نظر انا اشارككم انه مفترض انه حسم في حينها حق شو الصوره جت الصباح كشف عليه ما يبغى لها ترى قضيه، بتشوف تكبر وتشوف هل هي ذا وتكلمنا اي خبير كبير. اي خبير يقدر بخلاف اذا استعنت بالاجهزه الرسميه، لكن اي خبير عادي عنده خبره في هذه المساله يستطيع ان يحدد. انا على ذكر هالتفاصيل القانونيه، شوف انا عجبني حديث الدكتور صالح بن ناصر قبل الاسبوع الماضي في قضيه عبد عطيف، ما تدخل في قضيه ما تخصه ولا تعنيه نهائيا، رد على هذه المساله قال ايه ما جانا شيء، لما يجينا يعني في طرف متضرر من هذه القضيه انا ادخل بصفتي. فمساله انه انت تجي في كل لحظه وتحرك دعوه وما الطرف المتضرر ما تحرك يحق لله. لا لا معلش ابو سطام قبل ما اروح الموضوع الثاني، الان لو طلع الموضوع كله لا لا ما يحق له يرفع دعوه وكذا، يحق للاعب انه مثلا يطلب التعويض من الجريده، لا اقصد من اللجنه القانونيه ما يحق له يسالهم. لا لا هو السؤال من حقهم، لكن الكلام اين موقع السؤال؟ عرفت كيف؟ هل هو سؤال في محله؟ هل هو سؤال مبكر؟ هل انت عملت الاجراءات اللي تسبقه ولا لا؟ لا بس بقول شيء استاذ محمد، عفوا عشان نقفل على الموضوع، عشان نحمي الوسط الرياضي والمجتمع الرياضي، الاتحاد السعودي مسؤوليته ان يحمي المجتمع الرياضي من الحركات الاخلاقيه اللي تسيء للمجتمع بشكل عام، ايضا بحضور جماهيري كبير وصوره حتى لو طلعت في موقع الكتروني صحيح ام صحيح بدون ما حد يشكي او يشتكي، الذوق العام يعني واضح. انا هذا الكلام اتفق معك، بس يعني فلا عارف شو ما في زي ما قال محمد لازم طرف ثاني يشتكي، المجتمع كله يشتكي من الحركات، خلينا نفرق بين الامرين، لا نحد من الضايع هذه. هذا الكلام جميل، هذا الكلام جميل، بس بعد مو شغلانا كمان تصير كل ما طلعت صوره في موقع الكتروني واحد يحط لنا صور استدعى اللاعبين واحد ثاني. لا لا اخوي احمد لازم نفرق بين امرين، بين الحق الشخصي والحق العام. جميل، هذه قضيه فيها حق شخصي بحت. جميل، يعني ما فيها مجال ان واحد يدخل،
مين الحق الشخصي هنا؟ بس من المتضرر؟ المتضرر اللاعب والنادي. طيب لا بشكل عام الحركة ما عليه شركة هنا في أطراف تسبقك في إيش في هذه المسألة. جميل. فأنت مفروض تعطي اللاعب الحق أول شيء أنه يبادر بالمطالبة بحقه الشخصي. النادي كذلك له حق في هذه المسألة. جميل. بعد كده طال عمرك إذا ما سار مثل هذه الخطوات ورأيت أنها تمس الحق العام. جميل. في هذه اللحظة يجوز مثلا لجنة انضباط أو لغيرها أنها تتحرك. شايف كيف؟ لكن الكلام هنا ترتيب الخطوات. صحيح. أنت الآن استدعيت اللاعب وبعدين هتبدأ من أول سطر مرة ثانية أنك لابد ترجع وتفحص الصوره وتحقق مع الصحيفه. لا تطلع مشكله ربما تدخل في نفق. طيب. اي صوره تطلع الان في موقع انت خلينا اقول لك هذا عموما هذا اختبار نغلق في بدايه عشان نغلقه. هذا الان اختبار مبكر للموسم الجديد. طيب. مع اللجان الجديده. طيب. مع لجنه الانضباط خلونا نشوف عده امور مهمه اللي هي السرعه في انجاز القرار. صحيح. نوعيه تطبيق العقوبه هذه مساله مهمه. انا اتمنى ان لا يكون هناك اي قرار خارج اللائحه. اتمنى لا عقوبه الا بنص يا اخوان. ابعدونا عن الجدل اللي ما له داعي. اذا عندك قصور في لائحتك الموسم القادم صحيح. طورها او الان تقدر تعمل تعديل صادر من رئيس من رئيس الاتحاد وبعد القضيه هذه يعني هذه القضيه خلاص هذه حسمت في اللائحه القديمه. جميل. يعني ما يجوز تطبيق عقوبه باثر رجعي. كلام منطقي. خلينا نروح للموضوع الثاني اليوم احنا طبعا